ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اجرب معاكم الهاني كيك. انا جربتها قبل كده من ستاربكس بس ما عجبتنيش. طبعا ده يعني اذواق، انا تعجبني حد كده ما تعجبوش، فدي اذواق. بس المره دي اللي خلاني اقرر ان انا اجربها تاني ان المكان اللي انا جايباه منها مكان روسي او اللي بيعملها روسيين، لان اساسا الهاني كيك اصلها روسي. فتحمست وقلت اكيد بقى هيبقى طعمها مختلف وهبقى دقت الطعم الاصلي يعني. وكمان اللي شدني ليها سعرها حلو جدا. المكان ده اسمه اليانا، هي بيج على انستجرام وليها فروع تقريبا في زايد وفي الشروق، مش عارفة ليها فروع تانية ولا لأ. هعمل لكم منشن كده ليها علشان تدخلوا وتشوفوا لو ليها فروع، لان انتوا تروحوا تستلموها من الفرع نفسه او تطلبوها دليفري. الهاني كيك كذا فليفر، بالكراميل وبالساور كريم والقهوة، فطبعا كلهم حاساهم هيبقوا جامدين قوي. انا النهاردة هجرب اللي بالكراميل ونشوف بقى هتبقى طعمها ايه. انا متشوقة جدا ادوقها معاكم ونشوف بقى هتبقى حلوة ولا لا. يلا بينا. تعالوا اوريكم شكلها الاول. شكلها حلو جدا. انا كنت عايزه يكتبوا عليها هابي ويدنج انيفرسري، بس يعني حصلت غلطه وكتبوا بيرث داي. مش مشكله، انتم ممكن تقدروا تخليهم يكتب لكم اي حاجه لو انتم هتجيبوها للمناسبه. تعالوا بقى نجربها. خفيفة جدا، طعمها تحفة قوي، طعمها مش كراميل صريح بس كريمي كده، و طعمها حلو جدا. يعني اللي ما بيحبش الكراميل الصريح هي مش قريبة قوي طعم كراميل، بس طعمها كده مدي شبه الترميسو كده، حلو جدا. هعمل لكم منشن للبيج اللي جبت منها. جربوها. باي باي.